تعالوا بقى نشوف دكتوره صوفي النهارده محضرنا ايه. قعدت احاول استجوب فيها عامله ايه، جايبه ايه، قالت لي لا دي مفاجاه على الهواء انا هقولها على طول. مش عارفه هي بتفاجئني عشان الاكل عاجبها ولا هي بتفاجئني عشان ايه، فهنشوف. ازيك يا دكتوره؟ المسيه يا شيف عزه على السفره الحلوه اللي انا معزومه عليها دي. تسلمي لي. انا جايه النهارده قاعده مستنيه ان اشوف انا هاكل ايه. حبيبتي انت ما شاء الله النهارده ولسان العصفور بدعه يعني. ايه رايك الطاجن ده بيبقى جامد جدا في الاكل مع عيش محمص كده، بيبقى حلو قوي. جميل قوي قوي. النهارده انا برده جايبه لك قنبله، بس قنبله الدايت. النهارده انا جايبه لك اقوى كبسوله نزلت هتكفيني لمده شهر، عرض قوي جدا متكامل. حلو. للناس اللي عندها امراض شديده قوي ولسه شايفين ان في صعوبات في ان انا اعرف انزل الوزن. يعني الناس الكبير في الوزن بتاعها 140 و150 و160 ومتخيلين ان احنا مش هنعرف نخس ولازم اعمل اجراء عملي، عمليات او اخد حقن مش عارف هرمونيه او اعمل حاجات كده. النهارده كبسولات عشبيه هتنزلني 20 ل17 كيلو في الشهر، كبسوله كل يوم مع كوبايتين ميه، قنبله الدايت. النهارده انا جايه اخلي كل الناس متفائله وبقول للناس اهو كلوا اللي انتوا عايزينه. النهارده هناكل دهون، كربوهيدرات، نشا، لبن، انا مش هيهمني الزبده انا بشتغل بيها قد ايه، المهم الاقي لها حرق في الجسم وده اللي بيكفيه معايا الكبسوله بتاعتي. وفي التركه بقى المهمه قوي، انك انت بتقعدي 15 ل24 ساعه عندك اشباع، عندك شبع، مفيش شهيه، مفيش شهيه. يبقى انا لعبت لك على نقطتين مهمين قوي، اللي تيجي تقول لي انا حرقي واقف انا بقول لها الكلام ده كان زمان. واللي تقول لي انا 24 ساعه باكل ولما بقعد بدبها يا دكتور انا برضو بقول لها برضو ده كان زمان. الكبسوله النهارده نازله معاها خلطه كبيره قوي من الاعشاب. كل فترة العلوم بتتحدث، كل شوية الأبحاث وبننزل حاجات جديدة. فالنهاردة مع جو الصيف مع الأكل المفتوح، مع إن إحنا نقعد نعمل نظام دايت نشيل الكربوهيدرات جسمنا يتعب، ناكل دهون وبروتين بس جسمنا يتعب، فالأكل كله مع بعضه مع حاجة تحرقه وتتخلص من مشكلة التخزين أو الحرق اللي في الجسم، هو دي المدرسة الجديدة. حل. ان انت تاكل كل حاجه، مفيش حد يقول لي ان السفره بتاعتي ناقصه اكل زي الكيتو مثلا، اكل الدهون واكل البروتين بس وهنزل 20 و80 كيلو والكلام اللي بيعملوه ده، برده اثبتت الدراسات ان ده شيء مش صحي وان بالتدريج هيعمل نقص في الكتله العضليه وهتلاقي نفسك جسمك مترهق. والعمليات برده ليها خطورتها. طب ايه امن طريق؟ طب ايه اسلم حاجه؟ اسلم حاجه بقولها لك التكميم العشبي، ان انا اكمم المعده واقلل حجمها باني اديكي حوارق كتير، باني اخلي طول اليوم عندي الشهيه انا مسيطره عليها. السلاح بتاعي النهارده خلاص بقى عالمي وبقى علاج لمقاومه الانسولين. يعني كلمه مقاومه الانسولين دي يعني طول الليل والنهار فركه عشان بدور على السكر. بتفضلي طول النهار متوتره وقلقانه وتبصي على الاكل، لا انا هاكل انا مش هاكل، هي مش عارفه نفسها جعانه ولا مش جعانه، هي طول الوقت عايزه يا عيش او رز يا سكر. وبرده بعد شويه تبص تلاقي مقاومه الانسولين دي قلبت معاكي لو في وراثه في البيت لسكر النوع الثاني. فانا جايه اتكلم برده ان الكروميوم اول صيحه واول عنصر من عناصر المواد الفعاله جدا في علاج مقاومه الانسولين النهارده محطوط تركيز عالي قوي. فانت عندك مقاومه انسولين ما انتش عارفه او عارفه بس الشهيه بتاعتك مفتوحه وما انتش فاهمه، بالليل بالذات لازم اكل حاجه مسكره قبل ما انام، النهارده الكبسوله هتسمح لك تاكلي اللي انت عايزاه عشان مودك، وفي نفس الوقت انا بنزل يوميا نص كيلو دهون. في ناس تقول لي لا ده ميه، ده انت بتنزلي جامد. احنا دلوقتي بنتعامل مع فريق طبي، تتكلم معاه بالورق، تتكلم معاه بالتحاليل، تتكلم معايا بالانبادي، تعمل انبادي يعني ايه؟ ده في جهاز موجود بيطلع لك نسبه الميه والعضلات والنسب بتاعه جسمي، ولما بنزل في الاسبوع بتاعي بتاني بعمل انبادي واشوف فرق بين الاثنين، شوف ايه اللي اتحرك من جسمي. وبرده حتى لو في سوائل مختزنه، اي حاجه مختزنه حمل على عظمي ده مش حاجه حلوه. يعني برضو لو انت حريف مخللات وحوادق وشطة وتاكل البطيخ بالليل تصحى تلاقي جسمك منفخ، ده كل ده احنا بنعمل لك نورماليزيشن ليه، بيتعادل وبيطلع طبيعي زي ما ده الطبيعي بتاع جسمك. الاكسس او الزيادة منه لازم يكون في اذى لعظمك. يعني يا دكتور النهارده بنقول ان الكينج بتاع الموضوع الكبسوله، الكبسوله هو اللي بيساعدنا ان احنا نخس ونحن نقفل الشهيه ونحن مبقاش عندنا قابليه للاكل تماما. على فكره عميله هي اللي قالت لي دي قنبله يا دكتور،
يعني ناس من المنصوره وناس من الدقهليه النهارده الصبح كده فجاه بعت لي اللي انا خدتها منك دي يا دكتوره، دي قنبله الدايت فعلا النهارده انا واخد اللي انا واخده ده. أنا يعني الراجل بيكلمني ده انا بعت لك فلانه وفلانه وفلانه والنبي ما تديهمش غير الكبسوله الفلانيه. يعني دلوقتي ابتدت تاخد شهره كبيره الكبسوله. هنقول للفريق الطبي انا عايز قنبله الدايت النهارده، لان انا معرفه الفريق الطبي بتاعي لما حد يقول لك كذا تديله الكبسوله دي. الكبسوله دي تنزلك 17 كيلو بامان بدون حرمان، وبدون حرمان بس مش هتبقى بمعدلات الاكل الرهيبه اللي انت كنت فيها زمان. لا، هتلاقي نفسك بتاكل الطاقه الطبيعيه وطاقه بقى ما اقولكيش، تشتغلي تشوفي بيتك، بتعرفي تتحركي خفيفه. التنمر بقى، التنمر وما ادراك ما التنمر، تنمر وشكوى الناس، وانا ذات نفسي بعاني من التنمر. كل من زاد شويه 2 كيلو تعالي اتفرجي على اللي بيجرى ردود افعال الناس. صح، ردود افعال الناس انا اول مره اكتشف ان هي عنيفه بالطريقه دي. امال لو واحد وزنه 200 كيلو و180 عايش ازاي؟ في ناس يا دكتور ما بيخرجوش بره البيت بسبب التنمر ده، بالذات ان هم وزنهم بيبقى كبير، فاللي هو لا انا هنزل فهي الطريقه على شكلي على لبسي. ده حاجه بشعه. حتى ان هم ينزلوا يدوروا على لبس يلبسوه ما بيلاقوش، لان هم بيبقوا في معاناه شويه ان لو اوزان كبيره قوي. أيوة. ان احنا نلاقي المقاسات ليهم، يعني المقاسات المناسبه. على عكس بقى اللي بيحصل معانا في الفريق الطبي. احنا فاهمين قوي الاوجاع والشكاوي، حتى الشكاوى الخفيفه. يعني بتيجي تحكي لي على حاجات المفروض انا ما اعرفهاش، مثلا انا جايه واقف مواصلات يا دكتور ما رضاش يقف لي، ده جوزي حالف عليا بالطلاق. يعني انا عندي حاله بقى دلوقتي نفسيا متدمره بسبب ان البيت اتطلقت بسبب وزنها. النهارده نزلت اول 15 كيلو ما شاء الله. النهارده انا جايه بقول لك ان مي نزلت اول 15 كيلو ما شاء الله، وبقولها قدام الناس كلها. عميله حصل مشكله في بيتها بسبب وزنها، بسبب ان جوزها مش لاقي وزيله يخسسها بيها. عملت حتى العمليات، عملت تكميم، عملت حزام، عملت كل العمليات، وبرده جسمها ينزل شويه ويطلع تاني اضعاف مضاعفه. فالنهارده وسيله سهله جدا جدا تحل حتى اكبر مشاكل التنمر. طيب معانا تليفون، معانا مين؟ الو، ازيك يا شيف عزه؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. تسلم ايدك على كل اللي بتعمليه. ربنا يخليك يا حبيبتي. عايزه الدكتور معاكي طبعا. معاكي يا قلبي، اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبه قلبي؟ عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. زي القمر. وانت طيبه؟ عامله ايه؟ وحشتيني خالص. وانت كمان وحشاني. بمناسبه ان انت كنت بتتكلمي عن حاله مي، فانا حبيت اتصل واتكلم، تبقى حاجه بقى قدام الناس ويسمعوها، بسبب ان احنا بنتعرض للتنمر بسبب الوزن العالي، وتبقى مشاكل صحيه احنا مش عارفينها. انا عندي 28 سنه. لسه ما اتجوزتش. انا مخلصه الكليه من زمان وبشتغل، وما جاليش ولا حد اتقدم لي خالص. انت وزنك كام طيب؟ اللي كان يجي يتقدم اللي هو ايه يحاول يحسسني ان انا وزني زايد. لما بدات يعني مش عارفه تتجوزي، يعني شريك الحياه دايما او اللي بيتقدم لك عنده كومنت على وزنك بالظبط. لما كلمت الفريق الطبي وسمعت حضرتك بتتكلمي، قلت لما اشوف يعني احاول اهتم بنفسي لصحتي مش لاي حد طبعًا. تاني في البدايه تمام. كلمتهم، تفهموا المشكله بتاعتي والتوتر بتاعي. بداوا يفهموني ان انا في حاجات تحاليل. لما انا اتكلمت ان انا ما بحرقش وعملت انظمه دايت كتير وما كنتش بنزل، طلع عندي كان مشكله في زياده في هرمون في الغده، هي طيب. دي اللي كانت عامله لي المشكله. تمام. اخدت علاج واخدت الكورس، وانا النهارده كنت 110، دلوقتي انا 80 كيلو ما شاء الله. الله، ده انت يعني خلصت. دلوقتي شغاله معاهم علشان يعني في شويه كده اوصل، يعني كمان شويه كده واثبت. حلو قوي قوي قوي. بس بصراحه الكورس كان بيساعدني جدا. كمان الدكاتره ساعدوني ووقفوا جنبي، تفهموا كميه التوتر. طب ودلوقتي تفكيرك بقى على العريس، ها تفكيرك؟ اكيد انت حاطه رجل على رجل، هو هتختاري انت عايزاه. انا حبيت نفسي خالص، بدات اهتم بلبسي وبشكلي اكتر، بداوا بقى عارفه كل اللي حواليا اللي هو مبهورين. النجمة. يعني يا مفعنيهم اللي مش شايفينك. ما شاء الله، الله اكبر. احنا بنتكلم من 110 80 كيلو 30 كيلو،
قادرين جدا ينحتوا الجسم ويغيروا شكل القوام ويخليكي واحده تانية تمام. دي حقيقة. وثقه في النفس خالص. بقى وتناكة ويا ارض تهدم عليكي قدي طبعا يعني انا أكيد. بتكلم في موديل اكيد ده. طب انت قربتي من يعني المثالي كده؟ ربنا فضلكم ربنا يكرمك يا رب. قربتي من المثالي كده ولا لسه شويه؟ اه ان شاء الله. انا يعني طويله شويه، وزني يا طولي 169. حلو جدا. بنحاول نوفق بقى شويه. حلو قوي. بس اقول لك نصيحه ليا، ما يهمكيش حد، ونثبت تختاري اللي انت عايزاه ونثبت، واللي عاجبك ياخده زي ما انت. صح مش بقول كده؟ لا ما خلاص بقى، هي بقت بيرفكت يعني ما شاء الله عليه. هو من حق كل راجل ان هو يختار شريكه حياته زي ما هو بيحلم، ومن حقك برضو ان انت تبقي جميله في عين كل الناس. صح. وبالذات كلمه سمنه ما بقتش شكل بس، في تعديل، ابقى جميله في عين نفسي الاول. ايوه يعني انا اشوف نفسي حلوه فابقى مبسوطه بنفسي، بصحتي، بشكل لبسي. صح. ده اهم حاجه. صح. بعد كده بقى اللي يشوفني بقى ازاي ده حاجه هترجع له. اهم حاجه انا نفسي شايفه حلو قوي حب الذات والكلام ده. طب يا دكتور، عشان احنا لحد دلوقتي ما خدناش الصفحه مع بعض ولا ارقام التواصل، عايزين ناخد الصفحه بتاعتنا اللي هنطلب من خلالها الكورس، وكمان ارقام التواصل معاكوا وهي على الشاشه، قادرين نتصل وقادرين كمان نسيب رساله على الواتساب بكل حالتنا كامله متكامله، ونرد علينا فريق طبي كامل مجانا، ودي اهم حاجه. والنهارده كمان انا بقول لكم القنبله الدايت عملت حالات كبيره جدا جدا ناجحه، وخلت ناس كتير تتغير وحياتها تتطور، وما توقفش عند حد كومنت سلبي ممكن يؤذي او بطريقه سلبيه. النهارده التخسيس اصبح سهل بدون اجراء جراحي، بدون اي مشاكل. وكمان التركه الحلوه بقى ان احنا بندور على حاجه اقتصاديه، يعني الست الذكيه دايما تفكر ان السفره بتاعتها تبقى مليانه زي ما انت عامله بلسان عصفور لعجب كده. احنا بنتكلم برضو ان احنا بالاعشاب الطبيه اللي احنا بنقدمها لك في صوره مكمل غذائي مرخص وزاره الصحه، بنقدم لك 17 كيلو نزول من وزنك على طبق من الذهب بهدوء خالص، بدون ما اقول لك احرمي اكلك من ده او من ده. ده انا بسميه ذكاء، ان انت بتطرقي باب امن ما فيهوش اي مشاكل، وتجرب. وناس كتير قوي قوي نجحت فيه وعدت مشاكل كبيره. 30 كيلو ده انا بقيت اسمعه رقم عادي. انا دلوقتي الرقم اللي بقى يبهرني 60 وال70 النزول. 30 كيلو اللي انتوا شايفينها قصه كبيره، فعلا بتبقى معانا اكتر مده شهرين او شهرين ونص، وفعلا بنوصل ده. طب يا دكتور، احنا عايزين ناخد صور مع بعض قبل وبعد، ونشوف تعليق الدكتور عليهم ايه، وكمان نتكلم في حاجه مهمه قوي يا دكتور. السمنه المفرطه يا شيف عز. اه لا، غير السمنه المفرطه، احنا دلوقتي في ناس ما بتعرفش تنزل 3 كيلو. طب ما يعني حضرتك بتقولي لا انا 30 يعني اللي بقى يهمني دلوقتي ان انا انزل من يعني 40 50 60. في ناس ما بتعرفش تنزل 5 كيلو على بعض، مش راضيين. ما هو دول لازم لا ليه؟ عشان مش بيلتزموا مع حد صح، او ما بياخدوش الادويه الصح. اه بس انا عايزه اقول لك ان انا الاسبوع بتاع قنبله الدايت ده ب7 كيلو، يعني اللي جاي يتكلم في 3 5 كيلو ده حضرتك انت بشغلك معايا اسبوع، والباقي تثبيت. معناها عنصر رجالي اول إيه رأيك؟ اول الصور كده. بس ايه رايك بتصدميني كده؟ بس انا معجبه جدا جدا بالبطل الخارق ده. 145 ل 95 كيلو. تسدي دراعه قد وسطه دلوقتي، يعني انت متخيله الراشيو، يعني النسبه والتناسب، الدهون اللي موجوده في بطنه والكرش والدراعات والظهر، وكون انه ده كله قاعد تقيل على قلبه وعلى التنفس وعلى اجهزته الحيويه. كل ده مخليه مش طبيعي. حتى ولو كان شايف نفسه كده اقوى، لا انت مش اقوى، ده انت مليان. والجانب برضو الثاني، الجانب الانوثي، يعني الست بقى معانا واحده تانية، نزلت 35 كيلو. ده بقى الوزن العادي اللي انا بشوفه اي حد في الوزن ده، من 110 107 105 130 140 بينزل لحد 80 بمنتهى السهوله ومن غير اي مشاكل صحيه. طب انا لو واحده عندي غده درقيه زي ما هي قالت لي في التلفزيون، قالت لي في التليفون انا عندي مشكله صحيه في الغده، دول برضو لازم يتصلوا فورا، لان الحرق عندهم صفر. وبرضو الناس اللي بتتكلم لما يكون عندهم سكر النوع الثاني او كوليسترول، او لما يبقى موجود معايا امراض موجوده مزمنه على الكلى، املاح كتير قوي، كل ده لازم نتكلم مع الفريق الطبي. طب
طب يا دكتور عشان وقتنا خلص عايزين بس نعيد مع بعض كده الكورس بسرعه. حاضر. ونقول لهم احنا معانا ايه النهارده وايه الحاجات والعروض الحلوه الدكتوره صفية مقدمه النهارده. انا جايبه لك قنبله الدايت ومعاه شويه هدايا كتير قوي. طبعًا. الاساس بتاعي لعلبه الكبسولات لمده 30 يوم ومعانا اعشاب ونقط ومعانا المالتي فيتامين الفيتامينات للجسم فيتامين د ومعانا كمان القهوه الخضراء. النهارده العرض بتاعي كل مركب فيه وكل منتج فيه غالي اغلى من التاني. حتى القهوه الخضراء تركيزها زاد وبتساعد على ان الشهيه تبقى منتظمه وبناخدها بعد الغداء او قبل الغداء وبتكفي معاكي لمده 30 يوم بس كده. خمس طب. منتجات. طيب الكلام ده كله الحلو ده لمده قد ايه؟ ساعتين. لمده ساعتين بس عشان نبقى عارفين. دكتوره صوفي عامله لنا عرض حلو قوي وكمان الحاجات حلوه جدا. معانا الصفحه على الشاشه هتبقى حالا دلوقتي عشان خاطر اللي حابب يطلب من خلالها او من خلال الارقام الموجوده تحت الصفحه يقدر يتواصل معانا على طول. وكمان يا دكتور متابعه مجانا وكمان مجاني. التوصيل مجانا ودول اهم حاجه. بشكرك جدا يا دكتور نورتيني وشرفتيني وببسط دايما معاكي بكلامك الحلو والحافز اللي انت بتديهولي دايما كده ان انت عندك كده بهجه حلوه كده بتطلعي معايا. ربنا يخليكي يا شيخ. ربنا يخليكي لينا يا رب ودايما كده منورانا ومشرفانا.